حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الفرج بالكرب وتقضاه الحوائج وتنال الغرب حسن خاتم استذكر الرومان بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل محطه وكل معلوم لك. اللهم انا نثق بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن فرحت بديع السماوات والارض أن توفقنا وجمعيتنا بالأعمال الصالحة وأن تحفظنا وأولادنا من الهم والغم والبلايا والمحن والفتن وأن تجعل لنا والجمعية فرجا ومخرجا. إنا نسألك بمقاعد العز نمشي وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل أجل وبفضلك الكريم وجودك العميق وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وأمور الجمعية وتبلغ مقاصدنا لحاجاتنا وتبلغ مقاصد الدنيا والآخرة. رب يسر ولا تعسر من بخير يا رحمن يا رحيم قوي متين فتح علينا رزاق قريب حي قيوم يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا بحبنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي محمد رب العالمين. الفاتحة.